الأخ هاني بصراحة يعني قصة تشيعه فريدة من نوعها، فيقول أنا كنت أصلا نصرانيا ومن ثم أسلمت، ولكن واجهتني بعد سنوات عقبة عائشة، فإنها تنسب إلى النبي أمورا صلى الله عليه وآله تزلزل إيمان المرء. هو قال أنا عندي مما قرأت مما أحسبه أنه من التوراة وكذا، أنه لا يمكن الله عز وجل يعصم أنبياءه من السحر من أن يسحروا، وعائشة تقول إن النبي صلى الله عليه وآله حاشاه هذا كفر، تقول إنه كان قد سحر حتى أنه كان يخيل إليه أنه يأتي الشيء ولا يأتيه، يعني ضرب في إدراكه العقلي، في أثر على إدراكه. السحر من الشيطان، والشيطان ليس له على أنبياء الله سلطان، فكيف هذا حصل؟ فيقع الشك عند الإنسان أنه إذا كان هذا صحيحا فمعناه هذا والعياذ بالله نبي كاذب، هذا ليس نبيا، الشخص الذي يمس من الشيطان لا يمكن أن يكون نبيا. يقول المشكلة رجعت إلى محمد حسان أو ما أدري كذا، يعني شيوخ الضلالية هؤلاء اللي قال عنهم، فكلهم أكدوا لي أن هذه الأخبار صحيحة وأن هذه الأحاديث عن عائشة صحيحة، فوقعت في حيرة من أمري، ووجدت أن القنوات النصرانية تهاجم النبي صلى الله عليه وآله وتهاجم الإسلام على هذا الأساس، وما هنالك من جواب. وجد الجواب عند أهل البيت عليهم السلام. نعم، أهل البيت قالوها إن عائشة كاذبة، إحدى أكبر ثلاثة كذابين على رسول الله، هي وأبو هريرة وأنس بن مالك، قالها الإمام الصادق عليه السلام. فيقول أنا الآن ارتحت نفسيا، وحقيقة احنا ارتحنا نفسيا حتى بس بسماع صوته الكريم، يعني بصراحة راحة نفسية قد انتابتنا، ثبته الله تعالى وكثر منه.